يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 23-15، الإسكندرية 23-13، مطروح 22-12، بورسعيد 22-15، الإسماعيلية 24-13، إلى السويس 23-14، العريش 22-12، طابة 24-15، شرم الشيخ 26-16، والغردقة 25-15، إلى الأقصر 25-12، أسوان 26-12، الوادي الجديد 26-9، شلاتين 28-19، وحلايب 26-20. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.